أعزائي مشاهدي أبو كبير ميديا في كل مكان، أهلا بكم من داخل محافظة البحيرة مع كشري المشويات وكشري عياد. مشويات وكشري عياد هيكون معانا بعد قليل لمعرفة كل شيء عن المشويات. هو ملك الحواوشي والكبدة في محافظة البحيرة، ملك الكبدة والبحيرة في محافظة البحيرة، وعليه زحمة كتيرة هنعرفها بالتفاصيل مع رامي بعد قليل. هنعرف التفاصيل بتاعت المشويات والكبدة اللي بيتمتع بيها، وطبعا الحواوشي، هو بيتمتع بالحواوشي. وزي ما انتم شايفين الزباين داخلة طالعة رايحة جاية. هنعرفه دلوقتي مع رامي وهو شغال في او صاحب مشويات وكشري وحواوشي عياد. طبعا ده المطعم، بسم الله، كنت هنقع، بسم الله ما شاء الله، مطعم عياد زي ما انتم شايفين اهو. الزباين والجريل شغال على الجريل. يا استاذ اسلام تعال، ده احد الزباين يا جماعه واخد سندوتش اهوت. انت واخد سندوتش احد الزباين يا جماعه، تعالى وريني كده، تعالى. الحاله لسه مكتوبه والله. سلام. صوري. ايه؟ كبده بلدي يا راجل، عيب منك. قول لي ايه رايك في السندوتش؟ 100 100 والله. ده انا رامي. يا الناس بتشكر فيك يا رامي، يا رامي. ايه، خليكم معانا، هتتابعوا معانا حتى الشوي وعمل الكبدة وعمل الحواوشي وعمل كل شيء عند رامي. ده المطعم بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، وده الكشري، كشري عياد، من أشهر أنواع الكشري في مصر. هتعرفوا كل شيء بعد قليل، احنا منتظرين بس بعض الزباين اللي عند رامي علشان نعرف نتكلم معاه ويعرفنا طريقة عمايل الكشري الجميلة، الكشري المصراوي في محافظة البحيرة. طريقة عمل الكشري المصراوي في محافظة البحيرة، وخاصة إن في زباين بتاكل الكشري في أي وقت، يعني ممكن الصبح وممكن بالليل وممكن المغرب، رغم إن جودة التصوير عشان الشمس، بس جودة التصوير عشان الشمس، الشمس في وشي، الشمس تروح بس وتبقى كل حاجة جميلة بإذن الله. أستاذ عبد الله الخلدي، معلش يا أستاذ عبد الله، جودة زبالة عشان تصوير. أستاذ خميس هو جاي ياكل من عند رامي عيال. ازيك يا أستاذ؟ عامل إيه؟ بتاكل من عند رامي من زمان ولا؟ أحسن. الله يجزاك. أنت جاي تاكل إيه الأول؟ لسه يعني هنشوف الأشكال والأصناف الحلوة ديت. الصنف اللي عجبنا ان شاء الله. والله الله احسن راجل، يعني رامي حلو، بيعمل كشري حلو ولا الكشري على قده؟ والله احسن ناس، والله ناس شغالين على قدنا. بس رامي مشهور بالكشري الحلو يعني. انضف حاجه والله، الراجل محترم، الناس محترمه خالص والله. تعال 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 زباين، زباين قبل ما نصوره مع رامي وازاي بيعمل حاجه، تعال تعال. انت جاي تاكل ايه؟ تعال لي. كشري، كبده. طب ما تجاملش، انا عارف انك صاحب رامي، خلي الاكل بالك، بتاعه رامي من ايه؟ صنايع بصراحه، ما شاء الله عليه، بامان. والله انت راجل اكيد، شكرانيه في ده ابا عن جد بصراحه، المهنه دي عند انت الناس. راجل اكيد، الله يعيب منك، احسن ناس يا عم، ما تشكرش حبيبي. فيه والله ابدا استاذ محمود، يعني مش هتشكر فيه. لا عمري والله. تمام، لسه ما زلنا منتظرين رامي زي ما انتم شايفين من ورا الستار. رامي وهو بيعمل سندوتشات الكبده. مش من الشمس يا استاذ عبد الله. طب نشغله الاضاءه ثانيه واحده، شغلنا الاضاءه. الجوده كده كويسه ولا ايه؟ طيب الله يخليك. دي دقيقه بالظبط هيكون معانا رامي و ماشي ماشي. كشري، كشري الغلابه عند رامي يا جماعه. ثواني، هيكون معانا رامي على طول على الهواء دلوقتي مباشره، بس يخلص بس اللي هو بيعمله. طبعا دي اللحمة البلدي، دي لحمة ايه دي؟ لحمة بلدي. الله. سالك يمين بصاص.
اللحمة البلدي اللي هتتشوى دلوقتي قدامكم. هنشوفوها حالا دلوقتي وهي بتتشوى. وطريقتها كاملة هنشوفوها عند رامي وهو بيعمل. الله عليك اهو اهو زي ما نوم. فرد اللحمة بتتفرد كده بتتعمل بتبقى رفيعة كده زي ما انتوا شايفين. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ بتبقى رفيعة. علشان تتشوى لازم تكون رفيعة. مش تكون الحتة بحتتها كده. لازم تكون رفيعة اللحمة. والنار تكون تمام. علشان تشوي بسرعة لازم تكون اللحمة أظن رفيعة عشان تشوي بسرعة. ازاي جاي تاخد لحمة؟ اسمك ايه؟ ورقة اللحمة. الله يخليك الزحف. ايوه باشا. ايوه ما دي عشان وهي بتتشوى عايزين نعرفها بتتشوى ازاي. طريقه شويها. طريقه شويها ازاي بتتشوى ازاي عشان لما تتاك. قول لي ليه بتتقطع اللحمه كده شرايح صغيره؟ شرايح صغيره عشان تلحق تتشوى وتطيب بسرعه. عشان تطيب بسرعه. ازيك يا هشام عامل ايه؟ محمود ايه اخبارك؟ قول لنا انت مالكش في الاكل انا عارف. يعني على قد والله. على قدك. ليه بتتعمل اللحمه شرايح صغيره؟ عشان تطيب بسرعه ما تاخدش وقت. والله. يعني لو اتعملت مكلكعه كده ما بتنفعش. لا ما بتنفعش. ما ينفعش تتشوى. عشان تقيله. تاخد وقت ياما. لا ما بتاخدش وقت ياما لما بتخاف ما بتاخدش وقت ياما. والله. انما كده لا كده عسل كده. كده تمام. بيبقى طعمها عامل ايه؟ حاجه عجب. ما تحكيش. حاجه وبعدين لسه بقى بتاخد التتبيله بتاعتها والخلطه بتاعتها. انت قول لك وبعدين الشيف هشام انت شغال ايه يا استاذ هشام؟ انا سواق. سواق بتحمل محله؟ بنحمل نادي الفلاحين. بتحمل المحله بكام؟ لا احنا مش عايزين نغلط في حد. المحله اسوار بنحمل اسوار يا باشا. ولا المحله؟ لا اسوار. طيب ماشي خلينا معاك. والله هشام لو انا جاي اهو بس سيبك بقى من هشام. زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا خلصنا من هشام الشيف رامي. الشيف هشام زي ما انتم شايفين بيعمل الولعه وبيظبطها. بيظبط الفحم. بيظبط الفحم طبعا انتم شايفين واحد اكيل واقف معانا يا جماعه جاي يعمل بسم الله ما شاء الله يعني يجي حاجه جميله والله. واهم حاجه الزبادي مع اللحمه. الزبادي مع اللحمه ليه؟ بيدي له طعم. بيدي له طعم. الله الله الله. لازم زبادي مع اللحمه علشان يدي له طعم. زي ما انتم شايفين دي فراخ مشويه على الفحم. الفراخ المشويه على الفحم دي زي ما انتم شايفين بتتبل. انا عرفت البوتيتا دلوقتي. الشام ورامي الاثنين. رامي زي ما انتم شايفين الشام ورامي. ورامي شغال اهو متخصص كفته ومتخصص ايه تاني؟ وحواوشي. على ما يجهز نفسه بقى نروح نصوره شويه مع رامي ملك الكبده. ازيك يا رامي؟ ملك الكبده يا جماعه. بصوا تسبيكه. سلام على التسبيكه بتاعتك. ماشي ماشي يا جدو. جاي لك اهو. هنجي لك تاني يا رامي. خلصوا بس اللحمه والفراخ ديت ونجو لك. خلاص.
رامي حسب رامي بقى قبل ما نخلصوا معاه حسب رامي هناك قبل ما نخلصوا معاه ماشي يلا بصوا يا جماعه اللحمه لازم تكون شرايح رفيعه ليه شرايح رفيعه يا جماعه ليه انا اعرف كل التفاصيل دلوقتي ليه شرايح صغيره وورقه اللحمه لازم تكون صغيره وتكون رقيقه انا اعرف كل التفاصيل دلوقتي مع رامي ومع هشام ملوك اللحمه في محافظه البحيره كل التفاصيل دي انا اعرفها بس يخلصوا يا جماعه الزباين انا اسف اني طولت معاكم بس في زباين معاهم معايشة يوم كامل في مطعم يا جماعة عشان الناس اللي عايزة تتفرج دي معايشة يوم كامل في مطعم عشان تعرفوا المعاناة اللي بيعانوها أصحاب المطاعم أثناء عمل الأكل طبعا والمعاناة الكبيرة اللي بيعانوها دي اللحمة يا جماعة شايفينها؟ عارفينها طيب؟ الله ينور طبعا دي الفراخ اللي على الفحم انا اعرفه طريقتها دلوقتي مع الشيف هشام والشيف مش بتجيب رجاله مش فاهم والله استاذ جمال مش بتجيب رجاله مش فاهم فهمني طيب عشان نعرف بس يعني ايه علشان احنا لسه قدامنا اليوم طويل لسه هنجيب الفراخ وهي بتتعمل واللحمه وهي بتتعمل والكبده ايضا وهي بتتعمل والكشري والحواوشي يعني لسه قدامنا موال طويل زي ما بيقولوا العرب موالنا خارج وعلى وشنا الزباين جت الاستاذ فارس اهو جاي بالعيش وجاي زي ما انتم شايفين والاستاذ رامي وهو بيعمل سندوتشات الكبده ده مشوي على الجريل بيشوي السندوتشات على الجريل زي ما انتم شايفين الشيف هشام رجع لنا تاني يا جماعه وبيعمل بقى الكفته واللحمه بتاعت هشام هشام عشان اكله على قده ما بياكلش ياما لا ماشي ماشي هشام ما بياكلش بياكل على قده ده انت بتعمل ايه كده هشام احكي لنا بقى كده بتتبل البتاع كده اللحمه طبعا بتتبل اللحمه الله اوريك بصوا يا جماعه وهي بتتبل اللحمه معلش الشمس في عيننا مش شايفين بس اوعى تقع يا محمد هاي اوعى على وشه تتبل اللحمه الله ماشي انا اللي هنتكلم ما تقلقش احنا كده بنتبل اللحمه يا جماعه كنا انا الشيف ماشي انت بتتحرج انا عارف عندي برد بس ماشي دي بتتبل اللحمه يا جماعه ايه ليه الزبادي؟ الزبادي عشان بيطريها ويعمل لها طعم بصوا لازم ترمي الزبادي كده على اللحمه لحمه بالزبادي
لحمه مشويه بالزبادي البتاع دي. لا ده مش لازم نقول لك ده بالزبادي. طيب ماشي. الله الله. طعمها حلو دي؟ جميل. تمام. بتتحط هنا في الفلفل الاسمر يا جماعه؟ اه طبعا. لازم تحطها في الفلفل الاسمر. الكمون والملح. الكمون والملح. ومعانا هنا حته فرخه مشويه برضو بتاعت هشام برضو. النهارده هشام هو اللي جاي ياكل كل حاجه بقى. بتاعت هشام. اسمه هشام ايه؟ هشام بصوت. سلام. ده هشام ده رمز من رموز البلد. احد السائقين الكبار في البلد. سائق كبير. اه والله بس ما بياكلش يعني. احنا هنجي لك عند اللحمه ولا نيجي عند الفراخ؟ انا ما عادش عارف. نيجي عند الفراخ. طيب خلينا عند الفراخ لحد ما نتبلوا اللحمه. اللحمه راحت تتبل يا جماعه زي ما انتم شايفين. راحت اللحمه تتبل. هنرجع تاني لرامي وهو بيعمل السندوتشات الكبدة. تعالش نصورك. تعال جاي تاكل. ومعانا هنا السندوتشات بتتعمل مع رامي. كابتن كرم الزحان. بص السندوتشات بتتعمل مع رامي. حط على الجريل بعد كده يا رامي. ورينا بتحط على الجريل كده. عدينا بعد اذنك. بعد اذنك عدينا. اتفضل يا باشا. حط على الجريل كده يا جماعه زي ما انتم شايفين مع الشيف رامي ملك الكبده. شيل السكينه ده. طب انا اروح ولا اخش نشوف شغل؟ لا نعمله الشغل كله. خلصوا فراخ هشام ولا ايه؟ طيب ماشي. الصلصه بتاعت الكشري طابت يا جماعه زي ما انتم شايفين. زي احلى طبق كشري. عدي كده. انت عايزه كبده ولا غير كبده؟ بكبده. كشري بالكبده. عايز شطاطه؟ الشطه. ما تكترش شطه. ما تكترش شطه علشان الشطه بتتعب. صح؟ اه.
ودي الصلصه. الصلصه طبعا يا ريت لو طبق ميه على الفحم تيجي فينو طبق الكشري ابو كبده. ده طبق الكشري ابو كبده يا روميو. اهو لا ده البخار. لا 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 بس ما تلمسش البخار ده. سلام يا شيف رامي. سلام. قطع عليك قطع الطماطمية عنب. هو عشان الولعة. عايزينكم يا جماعة عشان الولعة بس هتولع فيا. كملوا مع الشيف رامي من هنا. عشان الولعة الناحية التانية هتولع فينا. على ما يعصج البتاعة. يا عم ال 30. بص في حوض تحت. على ما يعصج البتاع اللحمه والحاجات دي يا شيف رامي. قول لنا بقى الكشري طريقه عمايله عشان الناس تعرفه هنا بقى يا شيف رامي. انا عارف ان جاي لك في زحمه بس طبعا الله. طبق السلطه الجميل السلام عليه الليمونايه. طبق الطحينه. وده طبق المخلل طبعا. عارفينه طبعا كلكم ده في كل بيت. طبق الكبده وعليه ليمونه. ليه عليه ليمونه يا شيف رامي؟ ليه عليه ليمونه؟ في ناس بتحبه بالليمون. السلام. بس هو الليمون قطع. وليه سموك ملك الكبده؟ ليه سموك ملك الكبده؟ الله ما نعرف. الله الله الله. انا مستني اللحمه تتعصج. والله المشاهدين كلهم مستنيين اللحمه تتعصج اهي. كل الناس مستنيه اللحمه عشان تشوفها وهي متعصجه. تمام. ونشوفوا فراخ هشام بعد ما طلعت بالطماطم. هنشوفوا فراخ هشام. بص الفراخ يا جماعه بالطماطمايه. يا سلام بالهنا والشفا. يا سلام على فراخ هشام. اللحمه بعد ما اتعصجت دي هات لي رامي يكمل معاه في اللحمه. هات لي رامي عشان عارف انت رامي صعب. رامي تعالى تكمل معايا اللحمه يا رامي. هو عشان معايا شغل تاني. سو مكسوف. دي اللحمه بعد ما اتشفت واتعملت بتاعه صح؟ اتبلت. ايوه اتبلت. معانا سندوتشين هنا كبده والشيف رامي شغال فيهم بقى يا جماعه. نديل يقول لي انا معدي عشان اعديك من ورايا. كبده على الجريل بالعيش الفينو. تعالى معايا الشيف رامي كده بشرح لي الكبده ديت هتعملها ازاي اللي انت اتشهرت بيها بملك الكبده. مفيش حد بياكل سندوتش هنا. تاكل خمس ست سندوتشات. سندوتش يجيبك للتاني والتالت. في ناس بتحبها شطه بس حوله وفي ناس بتحبها بشطه. طب ورينا كده افتح لنا كده ورينا كده بقى. دهنه حوله دهنه وشطه. في ناس بتحبها. وفي ناس بتحبها بشطه بس. شطه بس كده اللي هي دي الاسكندراني. الاسكندراني تمام. ومعظم الناس هنا بيحبوا عليها دي بس مش على اي دهنه طبعا. دهنه اللي هي الحلويات. ايوه حلويات اللي هي الحلويات الحلوه دي زي المنديل. ايوه
عديني يا حمو. رجعنا تاني بس للفراخ المشوية. الفراخ المشوية والله ما انا بتصور معاك. حاضر حاضر انا معاك والله اهو. بص على راسك ده. خلاص انا معاك. بص انا يا عم انا معاك مش لا تمام احنا مين. مش حبيبي انا مش هخليك تتكلم. انا عارف انا تمام والله 100 100. بص المشاهدين. بص طبعا بص المشاهدين. المشاهدين هجيبهم الاكل. هجيبهم الاكل كله والله. يعني ساعه معاك ساعه لسه شويه فاضل ربع ساعه. ربع عيا بس. ربع عيا بس. بص اي حاجه ولا مش لازم. لا ده المطعم بتاع رام ده اشهر مطعم في الفهيم. انت عارف رامي ده مسمع فين؟ كل حته والله. مطعم رامي من اشهر المطاعم. رامي عيال من اشهر المطاعم. يعني رامي بيعمل حته كشري. حته كشري محدش بيعرف يعملها. تمام؟ كفايه ان عظماء البلد بياكلوا من عند رامي من هنا. لحد ما الفرخه بتشوى بتاعت اشتغل اهوت. انا معاك والله 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 ما انا مش هنجيبك تاني. مش هنجيبك. لا 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 رامي عليه علبة كشري يا جماعة محدش بيعرف يعملها الا هو. احلى علبة كشري ممكن تاكلها عند رامي. تعالى معانا بقى رامي. انت كده خلصت الشغل ده. تحكي لنا بقى بتعمل الكشري ازاي. بتعمل الكشري ازاي من ساعه بقى ما بتيجي كده. احكي لنا كده. الكشري اسهل حاجه يا ابويا. اسهل حاجه بتعملها. بتعمله ازاي بقى يا رامي؟ مكرونه مسلوقه كده عاديه. مكرونه بتسلوها ازاي؟ ايه؟ ما انا انت عارف انا ما بنعرفش. ما حدش في الدنيا ما يعرفش يسلق. والله ما نعرف. كله يسلق. والله ما بنعرف. كمل. الواد ده بيسلق. ما انا بتحطها في الحله وتجيب ميه. الميه بتغلي. اول ما بتغلي بتنزل لها المكرونه. تمام. وبعد كده بتجيب الرز. بس نظام الرز ولا هو مسلوق ولا متحمر. يعني رز عادي اللي هو الكشري. وبعد كده بتحمر بصل. تمام. بدخله طبعا خل وبدخله ليمون عشان يديله الصلابه اللي ايه المطلوبه في البصل. كويس. والطعم. بتعمل بقى دجه. الدجه احكي لنا بتعملها ازاي بقى. توم وايه؟ دي توم وليمون. توم وليمون. وملح وخل. وملح وخل. وميه. تضربهم في الخلاط. لا كل ده بيبقى معمول بعد كده تنزله على النار في الزيت. الشطه نفس السيستم بس بدل التوم شطه. قول لي يا رامي بتجيب الشطه منين بتاعتك الحراقه دي؟ الشطه دي بتروك عليها. تمام. بتجيب الشطه وبعد الشطه شباب سلام ورحمه الله. الزبونه اهو. شوف انا معاك بيجي لك زبون. ورينا عايز يحرق خالص. والنبي ولع له فيه. اول زبون نشوفه عايز طبق كشري حراق خالص. ولع فيه شويه. ولع له فيه. صحته تمام. كمان شويه يا رامي والنبي. بالله عليك شباب. كمان شويه عشان خاطر. بس كده تمام. ده انت كده والمصحف شعرك اهو. كمان شويه والنبي يا رامي. اوعى تشرب ميه. بعد كده. ايه؟ ايوه. عينيا يا دار. ابعت عيش يا حمو. هات عيش يا رامي. اديله عيش يا رامي. ده طبق شطه فيه نص كيلو شطه. كشري فيه كام؟ نص كيلو شطه. انا خايف عليك. لا ما تقلقش. بتاكل شطه؟ على طول؟ طب يلا اتكل على الله. اشتغل بقى وكل. اشتغل وكل طبق الشطه اللي فيه 2 كيلو. نزل الرجل ده طبق كشري. عامل كام طبق كشري ده يا رم؟ عامل كام؟ ده والله طبق كشري ببلاش يا جماعه. ده ب 10 ولا بكام؟ ب 10 جنيه والله العظيم ببلاش. ده لو رحت القاهره وجبته من القاهره ده مش هناخده اقل من 25 جنيه اقل واجب. انما عند رامي هنا ملك الكشري في البحيره يعمل له 10 جنيه ملك. وعليه كبده كمان. الله عليك. بالله عليك ثواني ثواني. شويه شطه كمان على الهواء ده كده. غرقه شطه. حماه شطه. اقسم بالله حماه شطه. هكمل لك بتعمل كشري ازاي يا رامي. ادي الراجل عيش. ادي الراجل عيش. طبعا النهارده مفيش ماتشات. امبارح كان ماتش الزمالك وفاضيين النهارده. والله زعلت خالص والله على الزمالك يا رامي. زمالك. ده لو زمالك يا رامي. مين انت؟ زمهلاوي.
والله يعني ليه بقى؟ بشجع الكوره الحلوه. ليه؟ طب شوف الزبون قبل ما نشوف الكشري. انا معاك لحد الكشري فاضل نص ساعه. ايه؟ بس ها؟ اه نص لسه. بصوا ده الكشري بتاع رامي عباره عن مكرونه مكرونه بكل انواعها. تمام؟ زحالك ثواني يا رامي جاي بنصوره بس الكشري الاول. عايز كشري ولا عايز ايه؟ نعم عايز ايه؟ لا عايزك خدمه انا طلب. ده نخلص بس اللايف لان شغال والله. ماشي والله اللايف شغال. ها؟ اللايف شغال والله. ده عايزني انا في طلب. نخلص اللايف وعلى راسي. عين. الله يبارك لك. طيب ثواني عشان رامي هنا شغال جوه. تمام معانا المطبخ احنا داخلين المطبخ يا جماعه. هو بيقطع طبق ملك البصل. ملك البصل. دي شطه. نعم والله. ايه؟ النص بمية. النهارده بسبعين جنيه. والله بسبعين جنيه. النص بمية اهو. بواحد ب200 مكفول. اه والله. ايه الدنيا؟ الله ينور. يا اسطى في حواوشي بلد لو عايز حواوشي. ولحمه بلد، ايه؟ طب لا ربع بقى، هتعمل ايه طيب؟ الدنيا ولعه. تعال شوف الدنيا فيها ولا ايه؟ ماشي زي ما انتم شايفين تقطيع الشطه دي مولعه يا رامي. اه حبيبي. ده انا عينيا وجعتني، عينيا دمعت. انت جايبني هنا عشان تقول لي روح عشان تخليني نعيط. بنعيط يا جماعه والبصل شغال اهو. البصل خلانا نبكي. ابكي بدل دموعك دم. بصوا الشطه عامله ازاي مولعه. الله يشعر راسه واقف. شايفين التقطيع يا جماعة؟ شايفين وانا مدمع يا جماعة؟ بتنتهي مني. لا النعمة بتنتهي مني. ايوه يا غالي. بنصور بس هو بيقطع اللحمة. بقطع البطاطس. طماطم. بصل. بصل. اتلخفنت من كتر ما عيني دمعت. اتلخفنت ما عادش عرفت هي طماطم ولا بصل ولا بطاطس. الله ينور. ايوه. لا تقطيعة بصل عنب. عايزك لما نطلع بره تشرح لي الكشري صح والبتاع بتاعتها عشان في ستات كتير في البيوت ما بيعرفوش يعملوه. انت عارف ان الكشري ده اسهل حاجه وما بيعرفوش يعملوا الكشري المصري بالذات. ما انا فاهم بس هما بيعملوا الكشري اللي هو بعدس. عارفه التاني؟ ايوه عدس الجبن. اه احنا عايزين نعرفه بقى وتشرح للناس ازاي يعملوا الكشري اللي هو ايه بتاع المصراوي اللي بيقولوا عليه المصراوي ده. بص بقى هو هو القصه ده هو مش قصه بس برضه في شرط يا عم. في ناس بتعمله غلط يعني. العدس ده بيجي وبيتغسل كويس. لازم تغسل العدس. انا شو انا وبينبل. اه ينبل مثلا من اربع ساعات لخمس. العدس اللي هو الاصفر مش التاني. عدس الجبه. اه والحمص نفس النظام. حمص لازم حمص. هو الحمص والعدس هم اساس الكشري. اساس الكشري بس هنا ما حدش بياكلهم عشان كده ما بتعملهمش. اه بس معلش برضو احنا هنا بارياف ما حدش يعني. صح بيقول لك ده مر ده مش عارف ده مر ده مش عارف ايه ده. اه بيقف تحت السنان كده. احنا بس هنا فلاحين برضه. انا جاني واحد قال بيقول لي وانا في وقت طبق كشري 80 جنيه. انا ما عادش شايف خلي بالك. ما بتاع دي خلتني نعيط. الله عليك. هنطلعوا بره عند الكشري عشان ما عادش شايف. افتح لنا البتاع دي.
نرجع للكشري تاني بعد ما كناش شايفين. احنا نشوف اللحمه المشويه الاول بعد ما اتبلت راحت فين. بعد ما اللحمه المشويه اتبلت اهي طبعا دي اللحمه المشويه صح. اتغلب تشوف رامي كده عايز ايه كده وانا جاي له تاني. طب شوفوا بينادي بس شوفوا بين ايه. ايوه رجع له عايز ايه يا روميو؟ معاك يا روميو. ايوه ارفع البتاع دي كده معاك يا روميو. لسه فاضل شويه البصل. انت عايز تعمين انا عارف. سيب هشام وخد. لا ما هشمش روح هشام روح. لا ده لسه شغال. طيب ماشي هنشوف اللحمه وهي بتتبل بره يا جماعه. حاضر. طب هنشوف اللحمه بتتبل وهو هنا هو بيعمل البتاع ده. يلا اتبلت اللحمه. مش عايزين اتبلت طبعا اللحمه ودخلت في المشرحه اللي هي اللي على النار. زي ما انتم شايفين دي اللحمه. ايوه يلا ورجعنا لكم تاني. ازيك يا عم فهد؟ صوروا بس مع رامي على الكشري والكبده الاسكندراني و سلطه الطحينه. الله عليك سلطه الطحينه. وهنرجع له تاني عشان نشوف الحوشه. شوفوا خلص البصل عشان عيني باظت. بس لو خلص البصل يجي لي هنا عشان نشوفوا سلطه الطحينه اتعملت ازاي. السلطه العاديه والحواوشي لسه معانا. وطبعا هنا مع مكالمه ماشي. والكشري بتعرف تشرح؟ تعال قول لي المكرونه ديت مش عارف. ماشي دي مكرونه من السباكيتي ومكرونه من الصغيره الاثنين مع بعض. مكرونه سباكيتي ومكرونه طويله الاثنين. وده بصل اللي هو اللي في النص ده بصل صح؟ وده بصل. ده بصل معمول بزيت ولا بايه؟ معمول بزيت صح؟ والله. وده الرز طبعا يا جماعه ابو شعريه. اللي عارف رز بشعريه عيني ما عادش شايف بيها بسبب البصل. هنشوف الفراخ بس بعد ما اتعملت يا جماعه. بعد ما اتعملت بس الفراخ ثواني. شوف الفراخ بعد ما اتعملت ومش عايزك تتكلم. الله بص اتكلم. بص الفراخ بعد ما اتعملت شيش طاووق. دي شيش طاووق واتعملت بالبصل اهي زي ما انتم شايفين. خدني جوه وداني عند البصل عيني باظت. اقسم بالله عيني باظت. عيني باظت من البصل. ده شيش طاووق يا جماعه زي ما انتم شايفين. دي فرخه كامله صح؟ فرقة بنقطعوها شيك شيش طاووق وبنحطوها على الفحم ونحطه في صلصة طماطم علشان تعمل طعم. ويا سلام لو زبداية. زبداية بتخليها طرية ولا بتخلي اللحمة طرية؟ وقرن الشطة ده بقى عشان يخليها ايه حامية. قرن شطة وتقفل كده شوية كمون وشوية بتاع. تمام. لا انا ورا ما اشرح لي رم والله بس كمل. انت مش عايزك تمام 100 100 معاك والله. اللحمه اتغلفت. اللحمه اتغلفت هنا وخلاص دخلت محل التغليف. وهنرجع تاني لرامي عشان يعرفنا الحواوشي. رامي بيقطع بصل جوه يا جماعه. في زباين جوه في المطعم؟ في زباين. ادخلوا بصوا المطعم يا جماعه حاجه جميله جدا في محافظه البحيره. مطعم زي ده هيرجعك لايام زمان. فاكرين المطاعم بتاعت زمان كانت عامله كده؟ مطاعم قديمه مطاعم جميله هترجعنا لايام زمان خالص. ياه يا جماعه بصوا بقى الاسعار لفل البتاع. بصوا لي الاسعار بقى يا جماعه علشان تعرفوا ان الاسعار في محافظه البحيره حلوه وان الاسعار في متناول الجميع. هو خلص؟ طب
طيب هنشوف الاسعار وبعد كده نرجع له. تمام. سندوتش بطاطس سوري، طبعا كلنا نعرفه هو البطاطس السوري يا جماعه. ثواني هنرجع لكم تاني عشان نعرفوا الاسعار. سندوتش بطاطس سوري عامل 8 جنيه، ده سندوتش البطاطس السوري. سندوتش بطاطس سوري زائد موزاريلا عامل 10 جنيه، يعني اسعار في متناول الجميع، اسعار مش هتلاقيها الا في محافظه البحيره بس. جميله. الكشري، طبق الكشري كبير عامل 20 جنيه، طبق الكشري صغير خلاص الوسط عامل 15 جنيه، طبق الكشري الصغير 15 جنيه، لا الصغير عامل 10 جنيه، لخبطني والله. طبق الكشري الوسط عامل 15 جنيه، طبق الكشري الصغير 10 جنيه. الطواجن، طاجن مكرونة كبير عامل 20 جنيه، طبق المكرونة الكبير، طبق المكرونة او طاجن المكرونة الكبير اللي هو اصغر منه شوية يعني ب 15 جنيه. وصل. سلطات طبعا 3 جنيه، وما تلاقيهاش الا في محافظة البحيرة، يعني سلطة ده بخمسة بعشرة في كل مكان. سلطة الطحينة ب 3 جنيه، ما تلاقيهاش برضو اللي عندنا هنا في محافظة البحيرة. سلطة بابا غنوج 3 جنيه، ما تلاقيهاش برضو اللي عندنا هنا في محافظة البحيرة. المخلل ب 3 جنيه. تعال لنا بقى عند الحواوشي عند الشيف رامي عيال. حواوشي لحمة كبيرة 15 جنيه، حواوشي لحمة صغير كبير يعني ب 10 جنيه، يعني في واحد ب 10 جنيه وواحد ب 15 جنيه ده الحواوشي. خش على الكفتة، كيلو كفتة عامل 200 جنيه، كيلو الكفتة عارفين يعني ايه كيلو كفتة، عامل 200 جنيه. كيلو كباب عامل 200 جنيه، ده قبل الاسعار على ما اعتقد، لسه هنسأل رامي دلوقتي. كيلو كباب ضاني صافي وكيلو شيش طاووق عامل 200 جنيه. فرخة مشوية فرن 130، دي على ما اعتقد قبل ارتفاع الاسعار برضو. فرخة مشوية شيش 130، فرخة مندي 130. سندوتش كبده بالعيش البلدي ده عامل 7 جنيه، سندوتش الكبده بالعيش البلدي عامل 7 جنيه. سندوتش كبده بالعيش الفينو ب 7 جنيه. سندوتش كبده بالعيش السوري برضو عامل 7 جنيه. طبعا كل رام عايزين طريقه الحواوشي بس عشان ايه نختم يعني. قول له عايزين طريقة الحواوشي، هنعرفه طريقة الحواوشي دلوقتي مع رامي وهيحكي لنا ازاي بيعمل الحواوشي وهيحكي لكل الناس المتابعين، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، هنعرفه ماشي، هنعرفه طريقة عمل الحواوشي. لا طريقة عمل الحواوشي وطريقة عمل ال الكبده البلدي برضو هنعرفوها مع رامي بعد ما نطلعوا من هنا. زنقنا زنقه وحشه رامي. ده رغيف الحواوشي اللي رامي هيشرح لنا ازاي بيعمله. رغيف الحواوشي ب 10 وب 15 جنيه. هنعرف دلوقتي كل شيء عن الحواوشي واسعاره وازاي بيتعمل. ثواني مع رامي. ودي سلطه الطحينه اللي هنعرف بتتعمل ازاي ايضا.
كل ده هنعرفه بعد قليل مع رامي ملك الحواوشي. تمام. طب افتح البتاع دي كده. ايه روميو مع رامي تاني ولا ايه؟ نبدا الحواوشي هنا يا روميو؟ اه ماشي. ماشي. لا افتح البتاع ده عشان الضلمة. علشان ننهي بقى ونروح نتفرج على الماتش. ماتش مين؟ ماتش الزمالك والمحلي. الإعادة بتاعته. بحب اتفرج على الماتشات في الإعادة انا يا روميو. إعادة؟ اه. هنشتغل هنا ولا عندك كرم؟ لحظة واحدة. ماشي لحظة واحدة يا جماعة. مطعم رامي فيه كل اللي انت عايزه. حاجة جميلة. بس البصل خلانا نعيط. ثواني معاكم وتعبينكم معانا احنا عارفين. ثواني هنعرف كل حاجة دلوقتي ومنقعوش. نعرف ده طبعا البصل اللي احنا لسه مقشرينه ومعيطين فيه. ماشي. ده البصل اللي احنا لسه معيطين عنده. في زبون برا؟ قول له خلاص خلصت. قول له خلاص خلصت. فاضل لي الحواوشي وماشي. الزبون عايزه والله واحد لو ماشي من حتى انا تعال هن كنت معاكم دلوقتي. سخنوا له قطع حطه. اول ما تخلص نادي لي بس. سخن يا محمد كده. محمد ورينا انت بتسخن. محمد يسخن انت ما بتسخنش. سخن يا محمد. ماشي يلا بينا يا روميو مع رامي هنختم باب الحواوشي. بص هو ده الحواوشي بنجيب اللحمه. نقطعها صغيره عشان تنزل في المفرمه. تمام. نحط عليها بصل طبعا كميات معينه. تمام. ماشي يعني كيلو لحمه نحط عليه كيلو بصل. عسل. ماشي نحط عليه ثلاث جروش شطه حراره. مع خمسة حلو. حط عليه بلح جوزة الطيبة. حط خط الكوفتة. التوابل العادية اللي هي الفلفل الأسمر، الكمون، الشطة، الملح. ده بالنسبة للحواوشي. الفرم كله هنا. في المكنة دي. المكنة. كله بيتفرم مع بعضه؟ طب ورينا كده يا رب. المشكلة اللي أنا عارف. يعني كله جاهز. تمام. بعد كده بنجفل بقى في الرغيف وندخل الفرن. بدرجة حرارة عادية ولا عادي شغال؟ ينزل الأرضية الأول يخمر وبعد كده يديله إيه وش وبعد كده ينزل الأرضية. تمام. ده بياخد قد ايه كده يا رامي على المره؟ الصار بياخد بالظبط 10 دقايق. 10 دقايق ويكون خالص. ربع ساعه يكون قايم ما بياخدش وقت. تمام. على الجمعه بتاع اللحام بتاع الفرن ولا بتاع الجمعة. الاكل بتاع رامي عامل ايه يا جماعه؟ ما شاء الله عليه بينظف الداس يعني. والله الناس كلها بتشكرك. محبوب خالص ما شاء الله عليه. والله اكله نظيف واكله حلو. حابب حالها بس الدنيا كويسه يعني مقبوله ما شاء الله عليه. تمام شكرا ليك يا جماعه. ما زلنا معاكم مع رامي. قطع ابن الرغيف. بصوا يا جماعه الرغيف بيتقطع ازاي وبيتحط في ورق ولف. سلام. شيف 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 صغير. طب هو اعتبره جاهز. تعالى يا محمد معايا. يا محمد هنا عرفت السلطه الطحينه دي بتتعمل ازاي. فاضل سلطه طحينه ونخت. لا 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 خلاص ماشي. هنختم بالاسعار. اديني قائمه الاسعار خليه يحط لي بره هنا. فين؟ هنا عندك.
زي ما انتم شايفين هنختم بالاسعار مع رامي. مش عايز منك حاجه خالص، لازم منك حاجه زي ما انتم شايفين. طيب ماشي، لقطه صغيره دي بعد اللحمه ما خلصت صح؟ دي بعد اللحمه لسه هتتشمع بقى، هتتشمع وبعد كده هتتحط على النار تاني. ده اخر حاجه يا جماعه وصلت لها اللحمه المشويه كده تمام، داخله للتشميع وبعد التشميع هتدخل تحت الفحم زي ما انتوا هتشوفوا بعد ثواني هتدخل في الفحم. هنعرض لكم الاسعار بناء على طلباتكم تاني، وبعد كده نختم في جوله كبيره استمرت لساعه داخل المطعم، جوله اول مره نعملها في التاريخ استمرت ساعه كامله داخل المطعم اقسم بالله ما حصلتش. كان اخر جوله عملتها كانت ربع ساعه 10 دقايق، انما الجوله دي طويله ساعه علشان خاطر نبين للناس ازاي انتوا بتتعبوا وبتعملوا شغل مش محدش بيعمله. مطعم رامي عياد بيعمل شغل محدش بيعمله في البحرين، احلى اكل. انا ساعات بناكل ثلاث سندوتشات كبده حامية ورا بعض، ثلاث سندوتشات كبده، يعني ثلاث سندوتشات دول كتير بس بناكلهم ليه؟ الشطه كتير، تفضل تاكل شطه في شطه لما ايه؟ لما شعرك يروح. اخر لقطه، هات المنيو محمد حطه لها على الترابيزه جوه عشان نشرح للناس الاسعار تاني. اخر مره الاسعار عشان نمشي، عشان نتفرجوا على اعاده ماتش الزمالك والمحل. الاعاده بتاعته النهارده. يلا زي حضراتكم شايفين هنختم داخل مطعم عياد بمركز ابو المطامير محافظة البحيرة. طبعا هنختم بلافتة الاسعار مرة تانية، لافتة اللي كلنا شفناها منذ قليل، هنعرف الاسعار مرة تانية. سندوتشات بطاطس، البطاطس السوري عاملة 8 جنيه، البطاطس السوري اللي كلنا عارفينها، بطاطس سوري موتزاريلا عاملة 10 جنيه، بطاطس سوري موتزاريلا عاملة 10 جنيه. هندخل على الكشري، طبق الكشري المليان اللي كبير، طبق كبير طبعا، طبق الكشري الكبير عامل 20 جنيه. لما تكون عندك كده طبق كشري كبير ومليان وعليه كبده من فوق كده وشطه وموحوح عامل 20 جنيه. طبق الكشري الوسط عامل 15 جنيه. طبق الكشري الوسط، عارفين طبعا الكشري الوسط كلنا، طبق الكشري الوسط عندنا عامل 15 جنيه. طبق الكشري الصغير خالص اصغر حاجه عندنا موجوده ب 10 جنيه. اخر طبق كشري اللي هو اصغر طبق كشري بيبقى عامل 10 جنيه، بيبقى محطوط عليه كبده برده ومتظبط تظبيطه عاليه. اهلا خير. الطواجن طاجن مكرونه كبير، نادين حسين والنبي ناخد رايه في الاكل. تعال ناخد رايك في الاكل. عم حسين ازيك يا حسين؟ جاي تاخد كشري ولا تاخد كبده؟ لا كشري، عندي كشري حلو. ايه رايك في الكشري؟ ممتاز والله. بالكبده ولا الساده؟ الاثنين، هو اسعاره متناسب يعني. حلو مظبوطه حلو. لا بس باين عليك بتاكل كشري ياما. اكيد كشري محلي قدام منه. ايه رايك في الكبده؟ ممتاز والله. هو شغله نظيف، شغله نظيف وحاجه جميله، وانت حلو. الله يبارك. انت جميل والله. انت احسن برضه. الله يخليك حبيبي. وشكرا ليك. أمرك. حاجه جميله ان المواطن المصري جاي ياخد من مطعم طبق كشري مصراوي. أكيد. طبق حلو. اخر بحب مصر اصلا. اكلت اخر طبق كشري من بره البحيره منين يا استاذ؟ يعني في اسكندريه بس ما كانش اللي هو. لا هنا احسن. القاهره بقى خطير. القاهره بس الله. الله الله على طبق الكشري.
بس احنا بقى هنا في البحيره هيودينا القاهره. سلام سلام عليك حبيبي يا باشا. حبيبي شرفتنا شرفتنا شويه. انا عايز اعرف الاسعار بقى. بقى ماشي نعرفوا الاسعار بس ونختمه. نعرفوا الاسعار. ايه وصلنا طبق كشري كبير عامل 20 جنيه، طبق كشري وسط عامل 15 جنيه، طبق كشري صغير خالص وعليه كبده بقى وملوش حل. يا سلام على طبق الكشري الصغير اللي عليه كبده ده عامل 10 جنيه. ندخله تاني على الطواجن المكرونه الكبيره، طبق مكرونه كبير، طبق مكرونه كبير كده حلو كده عامل 20 جنيه، طبق مكرونه اصغر منه شويه عامل 15 جنيه. تعالوا للاضافات عشان نضيفوا اي حاجه عليه. هنضيفوا طبعا سلطه خضراء عامله 3 جنيه، بره في اي مكان بره البحيره اعلى من كده. سلطه طحينه 3، سلطه بابا غنوج 3، مخلل 3 جنيه، ودي اسعار في متناول الجميع. طبعا اسعار جميله جدا. الحواوشي، علشان تاكل حواوشي لازم تاكل من عند رامي عيال اللي خدني دخلنا جوه وقطع البصل قدامي وخلى عينيا مش شايف بيها. يا جماعه والله حواوشي لحمه كبيره 15 جنيه، حواوشي لحمه صغيره 10 جنيه. الحواوشي اللحم، حواوشي لحمه يعني كبير، رغيف حواوشي كبير، لما يكون رغيف حواوشي كبير ب 10 ب 15 جنيه ويكون حواوشي صغير ب 10 جنيه ده سعر جميل جدا وفي متناول الجميع وحاجه روعه، حاجه اسعار جميله جدا زي ما قلنا في الكشري الكبير والصغير. هنا لو رجعنا من شويه الكشري الكبير والصغير اسعار جميلة ورجعتنا للزمن الجميل عند رامي واسعار جميلة. نيجي لكيلو الكفتة، الكفتة بقى كفتة 200 جنيه، والكباب 200 جنيه، والضاني الصافي كيلو شيش طاووق، الضاني الصافي عامل 200 برضو، شيش طاووق وفرخة مشوية وفرخة فرن وفرخه مشويه شيش 130، فرخه مندي 130 جنيه. لما نيجي نقول سندوتش جبنه العيش البلدي عامل 7 جنيه، وده اللي هنختم بيه باذن الله. سندوتش كبده بالعيش البلدي عامل 7 جنيه، سندوتش كبده بالعيش الفينو عامل 7 جنيه، سندوتش كبده بالعيش السوري عامل 7 جنيه. يعني سندوتش الكبده هنا ب 7 جنيه، وده طبعا اسعار جميله جدا. نرجع تاني البطاطس السوري 8 جنيه، بطاطس السوري موتزاريلا 10 جنيه، الكشري الكبير عامل 20، كشري كبير عامل 20، وطبق كشري صغير 10 جنيه زي ما انتوا شايفين، طاجن مكرونه كبير 20، طاجن مكرونه كبير 15 او اصغر منه 15، والسلطات طبعا في متناول الجميع زي ما انتوا شايفين 3 جنيه، كل السلطات داخل محل رامي عيال زي ما انتوا شايفين. اعزائي المشاهدين، محل فكرنا بالزمن الجميل والحاجه الجميله جدا جدا، محل رامي في محافظة البحيرة. هنكون زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، محل على الطريقة البدوية اللي كل الناس بتحبها، الطريقة البدوية، كراسي من السل زي ما بيقولوا، وحاجة جميلة جدا في محافظة البحيرة. زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين واسعار حلوه جدا زي ما انتم شفتوا، بطاطس سوري 8، بطاطس سوري موتزاريلا 10، كشري 20، كشري وسط 15، كشري صغير 10، طاجن مكرونه كبير 20، 15 طاجن مكرونه كبير اصغر، والسلطه 3، والكبده ب 7 جنيه بكل الاصناف. ده
عند رامي عياد في محافظة البحيرة زي ما حضراتكم شايفين، وبيعمل أجود خلاص أجود أنواع اللحمة، ودي اللحمة المشوية بعد ما خلصت. شفتوها في البداية طبعا كان في لحمة مشوية بتتعمل بالفصاجة في البداية، دي ختام اللحمة بعد ما اللحمة استوت، دي اخر حاجة. يعني ساعة بالظبط تاكل حتة لحمة مشوية بعد ما رمى ابو باص لعيني بالبصل جوه، فضل يعمل لي البصل جوه. دي اللحمة المشوية بعد ما طلعت طبعا، وبقى شكلها جميل وحلو. ونسيبكم عشان انا جوعت وعايز نروح نتغدى يا جماعة، نفسي نتغدى هنموت من الجوع. نسيبكم عشان نروح نتغدى. كنا معكم من داخل محافظة البحيرة، من داخل مطعم الشيف رامي عياد بقرية كوم الفرج تابع المركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة. شكرا لمتابعتكم اعزائي مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، شكرا لمتابعتكم وشكرا لحسن استماعكم. خلال ساعة كاملة من داخل مطعم الشيف رامي عياد بيعمل كشري وحواوشي ولحوم وكبدة، سندوتشات كبدة، كل شيء داخل هذا المطعم. أعزائي المشاهدين كنا معكم من داخل محافظة البحيرة، شكرا لمتابعتكم.